وفي سياق متصل، أعلنت رئاسة الوزراء العراقية عن إيقافها الطيران الدولي من وإلى إقليم كردستان العراق بعد إصرار حكومة إقليم كردستان العراقي المضي قدما في إجراء الاستفتاء على الانفصال بالمخالفة للإجماع الإقليمي والدولي. ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عدم اعتراف واشنطن بالقرار أحادي الجانب الذي اتخذته حكومة إقليم كردستان العراقي بالاستفتاء على الانفصال، داعيا بغداد وأربيل إلى التهدئة واللجوء إلى الحوار للحفاظ على وحدة البلاد. يستعد الجيش العراقي للسيطرة على المنافذ الحدودية الدولية للمنطقة الكردية الشمالية، حيث تعد هذه الاستعدادات جزءا من ردود الحكومة المركزية على استفتاء كردستان العراق على الانفصال عن العراق. وتأتي هذه الإجراءات بعد يوم من فرض العراق حظرا على الطيران أوقف جميع الرحلات الدولية في مطارات الإقليم. بعد بدء سريان الحظر الجوي من وإلى أربيل احتجاجا على إجراء إقليم كردستان استفتاء بخصوص انفصاله عن العراق، لا زالت بغداد تضغط وبقوة. فقد ذكرت مصادر عسكرية عراقية أن الجيش العراقي يستعد للسيطرة على كل المنافذ البرية لإقليم كردستان بالتنسيق مع تركيا وإيران، وذلك بعد أن رفضت أربيل تسليمها لبغداد. ونفت وزارة الدفاع العراقية إرسال قوات إلى داخل كردستان للسيطرة على المعابر الحدودية، ولكن السيطرة على الحدود ستتم بالتنسيق مع طهران وأنقرة. وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع حشد المزيد من القوات التركية على الحدود الشمالية للإقليم في المناطق التي تجري فيها مناورات عسكرية بين الجيش العراقي والتركي منذ ظهور نتائج الاستفتاء، حيث يستمر وصول قوات عراقية إضافية للمشاركة في المناورات المستمرة على الحدود التركية المتاخمة لإقليم كردستان. وعلى صعيد ردود الفعل الدولية، فقد أعلنت الخارجية الأمريكية عدم اعترافها بالاستفتاء، وقالت إن حكومة كردستان أجرته من طرف واحد وخارج الدستور والقانون والتوافق مع المعنيين. وذكرت مصادر إعلامية كردية أن حكومة الإقليم ستجتمع اليوم للرد على قرار حظر الرحلات الجوية الدولية ومناقشة إجراءات بغداد التي تهدف إلى إفشال انفصال الإقليم عن الدولة العراقية. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف غيث التميمي، رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع. نرحب بك في البداية سيد غيث. أهلاً ومرحباً، حياكم الله. حياكم الله سيدي. يعني في البداية، هل تتوقع تراجع إقليم كردستان عن نتائج الاستفتاء بعد الإجراءات العراقية؟ تحية لك. ابتداء أنه هو الاستفتاء كما أعلن إقليم كردستان نفسه استفتاء غير ملزم، نعم، ولا يوجد خطة مبدئيا ممكن اعتمادها لما بعد الاستفتاء لأسباب عدة. واحد منها أن الاستفتاء أولا هو لا يحظى بشرعية محلية داخل العراق، لا في الحكومة لا في البرلمان، لم تتفق عليه حتى القوى الكردية، لم يكن بإشراف أممي، لا يحظى بغطاء دولي، دول محيط كردستان كلها رافضة للاستفتاء ونتائجه. لذلك لا نتوقع أنه يمكن أن يترتب آثار ما بعد هذا الاستفتاء سوى العودة إلى الحوار الوطني، ربما لاستحصال مزيد من المكاسب لصالح الكرد، أو ربما لتطوير العملية السياسية في العراق للعودة إلى مسار دستوري. نعم، الأستاذ غيث التميمي رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع، نشكرك شكرا جزيلا.